أرسلنا شاهدا ومبشرا ونذيرا الشاهد للرسل بالتبليغ مبشرا لمن آمن بالجنة ومبشرا لمن آمن بالجنة ونذيرا لمن كذب في النار وداعيا إلى الله إلى تعينه بخشوعه بإذنه أي بأمره وسراجا منيرا سماه الله سراجا لأنه يهتدى به كالسراج وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا أمره الله تعالى أن يبشر المؤمنين بالفضل الكبير من الله عز وجل وقد بين الله تعالى الفضل الكبير في قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير قالوا تعالى ولا تطيع الكافرين أي من أهل مكة والمنافقين أي من أهل المدينة أي من أهل المدينة ودع أداهم قال ابن عباس وقلته معناه وقتادت معناه اصبر على أداهم يا محمد فقال السجاج أي لا تجازم علي وهذا معصوف بآية القتال وتوكل على الله أمره بالتوكل عليه وهذا سوف القضي وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا ومعنى وكيلا أي حافظا رؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه مبارك نورا بين يدي الله تعالى قبل أن يخلق آدم بألف عام يسمي الله تعالى ذلك النور وتسمي الملائكة بتسبيحه ولما خلق الله تعالى آدم ألقى ذلك النور في طينته فهبطني الله في صلب آدم إلى الأرض وحملني في السفينة في صلب نوح وجعلني في صلب إبراهيم الخليل حين كذب به إلى النار ولم يزل يأخذني من الأسلاف الطاهرة إلى الأرحام الزكية الفاخرة حتى أخرجني الله من بين يديه ولم يرد على سفاه قط.